والعزيز اش نقول لك، هذيك البومادا خصهم يديروا لها التاويل، طلعوا بواحد القفزه يعني شويه طالعه بالنسبه للمواطنين على قد الحال. وهذا ما نقول صراحه بالنسبه لهاد الزياده هذه، هما اصلا كيزيدوا في بزاف ديال الحوايج ماشي غير في البومادا الصفراء، واش فهمتيني؟ هما كيخرجوش لك شنو هو المبرر باش زادوا في هاد البومادا الصفراء، يعني فهمتيني؟ غير ماشي زادوا في البومادا الصفراء، بزاف ديال الحوايج اللي زادوا فيه. كنتمنى من هاد القطاع ديال الصحه يشوفوا، زعما يشوفوا في الناس راه ما عندهمش باش يشريو، فهمتيني؟ ما عندهمش القدره الشرائيه باش لهاد الزياده هادي. شتي الا كانوا زادوا هاد الزياده خاصهم يزيدوا زيادات اخرين يعني في الاجره ديال المواطن. هما كيزيدوا غير على، فهمتيني؟ كيزيدوا غير في البومه ديال الصفراء، ما كيزيدوش في شي حوايج اخرى. ايوا اش غادي نقول لك اخويا، الله يهديهم. ما كاينش شي واحد دابا غادي بلا دواء، ولا كاين عز بلا دواء، ولا خدام بدو، كلشي بالدواء دابا. واخا تكون الزياده راه كلشي على الدواء دابا. كل واحد دابا على حسب الحاجه، فاش لقى راحتو اللي كداوي ليه جروحو كيستعملها كيما بغات تكون. واخا غاليه، واخا ما كايناش يدبر عليها، واخا سميتو. خصهم يطيحوا شويه من الثمن ويديروا لها 7 دراهم ولا 6 دراهم. بزاف 11 درهم خويا، بزاف. حشومه هادشي هذا. واللي ما في حالهم اش غايديروا؟ يمشوا الله يدير شي تاويل وصافي.